مساء الخير. لبنان الأخضر يشتعل من تبع. لبنان الأخضر يلي لطالما تغنينا بجمال طبيعته للأسف عم يحتضر، فمسلسل الحرايق عم يلتهم مساحات شاسعة من الأحراش لتحول النيران كل شي بطريقة لكتل سودا من الرماد. هي مشاهد عم تتكرر سنوياً وتخلف كوارث بيئية من الصعب تعويضها، وإذا كان قسم منها بفعل العوامل الطبيعية وارتفاع الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، قسم كبير عم بيكون من صناعة أيادي بشر، إما للتخريب وإما سعياً وراء المشاحر والحطب أو لتحويل الخضار لأرض صالحة للاستثمار العماري. نهاية أسبوع مؤلمة شهد حرايق متنقلة بكرة عديدة بعكار وإقليم الخروب والنبطية وصور، بالإضافة للبقاع الغربي وصولاً لبيت ميريل مونتيفيردي وعين سعادة، في حين تمت السيطرة على عدد من الحرايق حيث عم بتم تبريدها لمنع تجددها. لازالت حرايق أخرى من دلعة، فعوامل غير مشجعة عم بتصعب الأمور، منها سرعة الرياح ووعورة بعض الغابات. إلا أنه بظلمة المشهد السوداوي على امتداد الوطن، أبطال عم يستبسلوا على الأرض باللحم الحي وما تيسر من أجل مكافحة النيران ومنع امتدادها لمنازل المواطنين. وهون لابد من ذكر كل الجنود المجهولين بالجيش اللبناني، الدفاع المدني، الصليب الأحمر اللبناني، الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية، يلي عرضوا حياتهم لخطر الاختناق وضيق التنفس أو لحرق وكسر وجرح. بالواقع الحمد لله بكتير مناطق سيطرنا على الحرايق اللي من مبارح، ولكن مع الأسف في توليع، يعني مثلا اليوم هيدي كانت منتهية كلها مبارح وما كانت من هيدي المطرح، كان من غير مال الحريق. اليوم ولعوا من مالة المونتي فيردي من تحت وسحبت النار لهون بسبب مثل ما شايف الهواء القوي اللي عم نواجهه. أكثر من 14 سيارة مطوقين المنطقة بين البيوت، همنا ما تفوت النار على أرزاق الناس. عم نشتغل بشكل كتير دقيق بوضع كتير حساس. الطوافات عم بيكبوا مي بالبقعة اللي ما فينا نوصلها، بالبقعة اللي ما فينا نوصلها، وبقية المطارح كلها نحن مطوقين البقعة. بوقت أشار كل من وزيري الداخلية والبيئة إلى أنه بعض هيدي الحرايق قد يكون مفتعل، بيبقى العبرة بإجراء التحقيقات اللازمة. للأسف نحن تلفنا امبارح عشية وطمننا من رئيس بلدية بيت ميري انه الحريق كان اتطوق، ولكن اليوم ما بنعرف اذا عوامل تأس ولا عوامل تخريبية رجعت ادت لاشتعال النيران وامتداد على هالبقعة الكبيرة. اول شيء نتشكر الدفاع المدني والجيش اللبناني، اللي الدفاع المدني عنده صار تقريبا 14 سيارة هون من عدة مراكز من المتن وجوار المتن، طبيعة الحال الجيش اللبناني يلي من خلال طوافاته عم بيساعد. هذا الموضوع ما في يكمل هيك. خراب البيئة اللي عم بيصير اليوم عم نشوفه ببيت مري ومبارح شفناه بالجنوب، ويمكن بعد ما خلص وقلت مبارح بشوف هيدي المواضيع. ودائما هلا يعني بهالمواسم نحن بنفهم انه هالمواسم هي اكيد بتكون الارض يابسة وبيكون يعني الاقبال للاشتعال النيران كتير كبيرة، ولكن برجع بقول لك كرر يعطيهم الف عافية اللي عم يشتغلوا، وضروري نتوجه نحو معاقبة لكل مين يطلع عماله عن قصد أو عن غير قصد يولع حريق. بالتزامن مع إنشاء غرف عمليات لمراقبة الوضع الميداني بكل منطقة نشب فيها حريق، أنشأ الدفاع المدني برك صناعية لطوافات الجيش تم تزويدها بالمياه عبر آليات الإطفاء. إلا أنه التزود بالمياه تعددت مصادره، فالغاية بتبرر الوسيلة، والأهم سرعة التدخل لتخفيف الفاتورة البيئية الموجعة. مؤشرات إيجابية قد تفضي إلى انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل من تابع. هنالك مؤشرات إيجابية من الممكن أن تكسر الرتابة التي نعيشها، ومن الممكن أيضا أن تكون في الأسبوع المقبل مبادرة قد يقوم بها أحد الرؤساء تعيد جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد. هذا ما أكدته مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للأو تي في، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية، ولفتت إلى أن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو سيحط غدا في لبنان، وستكون له مباحثات ضمن جدول أعماله في الشأن الحكومي، إضافة إلى أن المفد القطري سيكون في لبنان في أول الأسبوع المقبل أو في منتصفه، ويترافق كل ذلك مع زيارة للرئيس ميقاتي لمصر يبحث فيها مع المسؤولين المصريين في الشأن اللبناني. وردا على سؤال حول أساس الحلول، تؤكد مصادر رئيس ميقاتي للأو تي في أنه في موضوع القاضي طارق البطار بات واضحا للجميع أنه على مستوى السلطة التنفيذية لا يمكن التدخل، وفي موضوع الوزير جورج إرداحي أيضا بات من الواضح أنه وجب نزع فتيل المشكل
من خلال استقالة الوزير أرداحي، ومن الممكن أن يكون هناك تفاصيل أخرى في المرحلة المقبلة. على ضفة أخرى، أكدت مصادر رئيس نبيه بري للأو تي في أن الأمور مرهونة بتطبيق الأصول الدستورية والقانونية للخروج مما سمي بأزمة تعطيل الحكومة، والقانون هو المفتاح الوحيد، من دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل. في غضون ذلك، لفت تأكيد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن البلد بحاجة إلى الهدوء والتركيز على المعالجات المالية والاقتصادية وعلى الإصلاحات البنيوية خصوصا في القضاء، ونريد لهذه الحكومة أن تعمل وتنجح، وهناك أفكار متداولة يمكنها أن تساعد على إخراجها من مشكلتها الحالية. الانهيار عمق أزمة الصناعيين، والوزير يطمئن اللبنانيين عبر الأو تي في. من تابع. إذا كان الانهيار قد عمق أزمة القطاع الصناعي، فإن توتر العلاقات مع بعض الدول العربية يدفع الأخيرة للحد من تعاملاتها الاقتصادية مع لبنان، وهو ما أوصل الصناعيين اللبنانيين للتفتيش عن الخطة ب، وهي نقل الاستثمارات من لبنان للخارج بفضل عجز دولتهم عن تحمل مسؤوليتها. وبهالإطار أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أنه في كتير من صناعيي لبنان بدأوا فعلا بدراسة الأسواق ببلدان أخرى بحثا عن مكان لنقل معاملهم، بالوقت اللي كتار انتقلوا بالفعل للخارج. في بعض المصانع يا فكوا أحد الخطوط أو انتقل المعمل كاملة إلى الخارج، عم يتجهوا يا لمسقط يا تركيا يا على قبرص يا على مصر. وزير الصناعة جورج بوشكيان كان رأيه مخالف، حيث رأى أنه في مبالغة بموضوع الهجرة، وأنه الصناعيين ما ممكن يغادروا لبنان، إنما فقط القصة مرحلية. اليوم تعرفوا في عنا مشكلة اليوم شوي أنه قصة التصدير على السعودية وبعض الدول الخليج، فهيدي الإطار اللي نحط فيها اليوم مش هذا الإطار المضبوط، هو الإطار المعامل يلي عندها تصديرات على الخليج عم تجرب تلاقي بديل لتضلها مستمرة بالسوق مرحليا، اوكي، كرمال بس لتمرق لازم يضلوا مكافيين. وانا بعرف كتير قدي الصناعيين متشددين ومتمسكين بمعاملهم بلبنان بهذا الموضوع. بوقت بكداش فقد الأمل وسط وجود الحكومة الحالية، الوزير طمأن أن القطاع واعد وما في خطر عليه. كلياتنا هلا حاسين انه الخطر بعده عم بيكبر مش عم بيصغر، مش انه واقف عن طريق عن موضوع السعوديه. رجع صار البحرين، رجع صار قصه التاشيرات الى الكويت، وما بنعرف شو بصير بالمستقبل. يعني بعد عندك هلا اليوم الاكبر بلد بنصدر له اليوم هو الامارات. الحمد لله الامارات بعده ماشي الوضع اللي احنا وياه، بس انه في واعيين بمشكله، واعيين بمشكله كثير كبيره. ما بعتقد انا في خطر اوكي بهذا القطاع، لانه في عندنا احنا في عندنا كثير غير دول، وعندنا المصانع منتشره، يعني المنتجات تبعنا منتشره بكثير دول بالعالم. التوتر اللي حاصل اليوم بدول الخليج ما رح تاثر على القطاع؟ ما بعتقد رح تاثر الوضع، وان شاء الله كل الوضع يعني عم بيصير في تداول للحلول تبعها. يعني هذه مش يعني قصص تمرق فيها، والتاريخ والتاريخ كله بيمرق بازمات ترجع تتحلحل الامور، ما بتضلها هيك. بالنهاية نحن كنا دول شقيقة، ونحن عنا هويتنا العربية وعنا كل شيء، بالنهاية هيدي استمرارية، بس أزمات تمرق فيها. تواصلتوا اليوم مع السعودية؟ أشياء مع السلطات السياسية، وهذه الأمور عم تتعاطى فيها السلطات السياسية. نحن اليوم بتعرفي حضرتك نحن حكومة تكنوقراط، وعم نتعاطى من هذا المنطلق، وعم نشوف شو لازم نقوي ونحفز كبير القطاع الصناعي بلبنان، يلي هو قطاع اليوم انا مع كل الاشياء بعتبره قطاع بعده واعد، لانه الاسواق كل العالم كلها سوا بعدها مفتوحه، ومنتجاتنا مرغوبه ومطلوبه بالعالم. ما سلم اي قطاع او مرفأ حيوي من الصفعات، فالكل نال حصته، من القطاع السياحي فالقطاع المصرفي، وصولا للقطاع الصحي فالقطاع الزراعي، وهلأ حاليا الضربة القاضية على قطاع التعليمي والقطاع الصناعي يلي بينعدوا آخر مسمار بالاقتصاد. وكما الهجرة الصناعية كذلك هجرة الطبية، تصدرات صفحات أشهر الصحف العالمية واشنطن بوست، فما هو واقع الأطباء في لبنان؟ القطاع الطبي هو جزء من هالقطاع العام اللي عايشينه. المشكلة انه الكفاءات العالية مع الأسف هي اللي عم بتهاجر بالدرجة الأولى. صار حوالي 2500 طبيب تارك،
واكثريتهم عم بيروحوا اما الى دول قريبه، دول العربيه الخليجيه او الى دول الاوروبيه الامريكيه. وبكل الحالات اللي عم بيروحوا الى دول عربيه وضعهم لا باس به، لانه هون بنتكل انه يرجعوا على لبنان، بينما اللي عم بيسافروا لابعد الى القاره الاوروبيه او الامريكيه مع الاسف عم بيروحوا مع عيالهم، وهو من الصعوبة بمكان انه يرجعوا، خاصة انه أكتريتهم اولادهم عم يتعلموا برا، وبالوضع الصعب يلي نحن عايشينه اقتصاديا وسياسيا مش بالسهولة بنقدر نعتقد انه رح يرجعوا. هلا النسبة 2500 طبيب على 15000، بس برجع بقول المشكلة الكبير انه أكتريتهم كفاءات عالية، وقسم كبير منهم ترك المستشفيات الجامعية يلي نحن بأمس الحاجة لإلهم، مع الأسف عم يتركوا معهم. إذا ضروري جدا على السريع نجرب نلاقي حل حتى نقدر نخليهم ببلدنا. طيب دكتور، أزمة الأطباء مثل أزمة كل اللبنانيين بهذا البلد نتيجة انهيار سعر العملة وكل هذا المشهد اللي بنعرفه، بس لفتني بحديثك لما بتقول حضرتك أنه الكفاءات العالية هي اللي عم تغادر، شو يعني؟ يعني الأطباء اللي بعدهم موجودين اليوم نحن مفروض نعطي الهم حول هذا الموضوع؟ ثانيا بعد في كفاءات موجودة، إنما هالكفاءات عم تفل مع وبسهولة عم بتلاقي شغل برا، لأنه بيعرفوا قيمتهم برا، إما تعلموا برا هالأطباء واشتغلوا وشافوا خبرتهم وشافوا قدرتهم وكفاءتهم، واما عم لانه في حاجه كبيره برا لهم عم يلهطوهم. دونك بعد في كفاءات موجوده، ولكن نحن وصلنا الى الخط الاحمر. من هيك عم اقول ما بيقدر الوضع يكمل بذات النسبه اللي كان ماشي فيها قبل، والا نعم الشيء اللي كنا نتغنى فيه قبل لبنان مستشفى الشرق رح نفقده. ضروري هون التعاون من قبل الجميع حتى نلاقي حلول على السريع، ان كان اقتصاديه او سياسيه، لاعاده الثقه بالبلد ونمشي هالدوره لقدام. لما بتقول انه وصلنا للخط الاحمر، يعني معقول نحن نوصل اذا بقي الوضع هيك الى تعذر تقديم الرعايه الصحيه والخدمه الصحيه للبنانيين؟ نعم، اولا نحن هلا على الحدود، لانه بنعرف انه بالمستشفيات مثلا بسبب نقص معدات ومستحضرات طبيه وبسبب نقص أدوية أحيانا أو غلاء سعرها، مش كل اللبنانيين قادرين يأمنوا التكاليف الباهظة اللي عم تنوجه طبعا. مع الأسف رح نوصل لوقت ما قادرين نقدم الطبابة اللازمة بالشكل يلي كنا عم نقدمه قبل. طيب قلت انه نحتاج الى حل، شو في شيء خطه من قبلكم كنقابه؟ في شيء افكار؟ حدا عم يحكي معكم؟ عم تطرحوا شيء على حدا؟ نحن حاولنا مع المنظمات الصحية الدولية، الجواب كان دائما انه اذا ما في اصلاح داخلي مع الاسف ما في مساعدات. منها عم نطلب بالدرجة الاولى على القليلة ينوضع حد لتدهور سعر الصرف، نقدم تحفيزات وتسهيلات للاطباء وللممرضات وللطاقم الاستشفائي اللي عم يشتغل، نأمن لهم حصانة من كل النواحي اجتماعية وأمنية، ونرجع نعيد الثقة بهالبلد عن طريق إعادة تفعيل العمل الحكومي بشكل جدي، لحتى الكل يحسوا أنه حقيقة موجودين على السكة الصحيح للنهوض بالبلد. ضروري جدا كلنا نتعاون بهالمرحلة الصعبة هاي. عم نطلب من اللي قادرين من الأطباء والممرضات يضلوا يبقوا إذا وضعهم الاجتماعي بيسمح، وإلا مع الأسف إذا ما نعمل شيء حبل الهجرة على الجرار. بعد الفضيحة نقل نزلاء مركز سانتا ماريا إلى مكان آخر بانتظار تأهيل المركز المذكور. هذه المشاهد من مركز سانتا ماريا، فما قبل بثها ليس كما بعده،
إذ إن هول المشهد دفع بالمعنيين إلى التحرك سريعاً لإجلاء نزلاء المركز والبالغ عددهم ما يقارب 77 شخصاً. ففور خروج هذه الكارثة الاجتماعية الصحية إلى العلن، تولى صباح اليوم مدير العناية الطبية في وزارة الصحة دكتور جوزيف الحلو عملية نقل المرضى الذين كانوا في مركز سانتا ماريا في منطقة رأس أسطى قضاء جبيل إلى الفرع الثاني المجهز كلياً في حالات، بمواكبة الصليب الأحمر ودعمه وبتكليف من الوزير الدكتور فراس الأبيض. وإذ أبدت الوزارة تقديرها وشكرها لما بذله الصليب الأحمر من جهود لتأمين نقل المرضى، أكدت أنها ستتابع عملية تأهيل مركز سانتا ماريا للتأكد بعد انتهاء الأعمال في مرحلة لاحقة من قدرة المركز على معاودة استقبال المرضى أو عدمها، في موازاة السعي إلى تأمين مستحقات مستشفيات الفئة الثانية والاستمرار في التحقيق الداخلي التفصيلي لتحديد المقصرين وتقرير الخطوات المقبلة بما يضمن عدم تكرار الإهمال الذي تم ارتكابه بحق المرضى. وكان وزير الصحة فراس الأبيض قد شدد بتغريدة على أن الواقع كان صادما، متسائلا ما هي مسؤولية الأطراف كافة بما فيها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن من المهم توفير الدعم المطلوب لهذه المؤسسات والتأكد من أن الأجهزة الرقابية تقوم بعملها وأن تتم المحاسبة على أي تقصير. فاصل من واصل بعد النشرة. عودة إلى متابعة النشرة. فريق أمني إماراتي على أرض مطار بيروت والداخلي توضح. بعد أيام على حادثة المنتخب الإيراني في مطار بيروت وردود الفعل، ها هو المنتخب الإماراتي في عين عاصفة الانتقادات. أما السبب فعناصر أمنية إماراتية داخل مطار بيروت الدولي في مواكبة لمنتخب بلادهم الذي يخوض مباراة بوجه نظيره اللبناني. وأمام المشاهد التي انتشرت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمت في لعبة البازار السياسي المفتوح في البلاد، أكد مكتب وزير الداخلية والبلديات بعد تداول بخبر وصول فريق أمني إماراتي إلى مطار بيروت الدولي وبحوزته أسلحة، بأن الفريق الأمني الإماراتي حضر إلى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الإماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل. وأكد المكتب الإعلامي أنه كان قد سبق وصول الفريق الأمني إلى لبنان استحصاله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على أن يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان. يذكر أن قبل أيام أحدثت حقائب المنتخب الإيراني لكرة القدم ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت صور تظهر وصول لاعبي المنتخب الإيراني إلى مطار بيروت وبحوزتهم أعداد كبيرة من الحقائب الضخمة قبيل مواجهة منتخب لبنان في تصفيات مونديال 2022. وأظهرت الصور أن كل لاعب إيراني معه ثلاثة حقائب كبيرة على الأقل فضلا عن حقيبة اليد، مما ولد موجة تعليقات على مواقع التواصل بشأن ما تحتويه تلك الحقائب في ظل الظروف السياسية المتأزمة التي يعيشها لبنان. ويومها وجهت انتقادات لاذعة إلى المعنيين في مطار بيروت بحجة التقصير بالقيام بالواجبات، ما دفع بوزير الداخلية بسام مولوي إلى الإعلان عن إجراء استقصاء حول ما تم تداوله عن عدم خضوع الحقائب للتفتيش في مطار بيروت من دون أي نتيجة تذكر بعد. حادثتان بغضون أيام تظهران من جديد حجم الانقسام المحلي في الداخل اللبناني، والذي من المرجح أن يستمر بانتظار أن تبرد الأجواء الخارجية ومعها تستقيم الآراء الداخلية. مع هذا التقرير نوصل لختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك إنستغرام وتويتر. شكرا لكم وتصبحوا على ألف خير.